شوفوا تعالين ما تشوفوا الأسئلة. طب شوفوا لو اي بس ما تشوفوا الأسئلة. أحضر لك أسئلة. بدك تاكلي ضربات مثل الكذب. طولي بالك. ايه مفكر أنا الأسئلة قليلة. او ماي جاد. هاي لكو كيف عم بيفكر. الله يستر على الأسئلة يلي عم بحضر ليها. عم بحضر له أسئلة. نار مطلع نار. ورقتي جاهزة. هدول أحلى شي بهي اللعبة. هلا هاي الكل. لا لا معلم. اليوم محضرين أنا 10 أسئلة وأنا لؤي محضر 10 أسئلة وأنا فجأة بختار. ونحن محضرين كمان والي محضرين والي ماي. أوكي يلي ما بيجاوب خلال 5 ثواني بدنا نعد للخمسة بعد كل سؤال. يلي ما بيجاوب صح بنضربه بالون. أكيد ما رح يجاوب صح. أكيد. نعم هش على الأسئلة. لا أنا مو أكيد. أنا بظن تعرف إذا ما بتجاوب على الأسئلة بدي. لا قبل ما بلش الفيديو ما تنسوا لايك شير سبسكرايب. يلا بلش. حجرة ورقة مقص. أوبا لا نعم ولا عمايل في. هلا عندي كل هدول البوالين ما بعرف إذا مبينين على الكاميرا. لو اي بلا غش والله ما عم شوف شيء. عندي هدول الأسئلة. رح بلش بأول سؤال وعد للخمسة. عد للخمسة أوكي؟ يا جماعة الله يبارده. امتى عيد ميلادي؟ 4/7/1992. تاريخ عيد زواجنا؟ صح. واحد اثنين 24/9 24/9 شو أول هدية جبت لي إياها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة مع شو؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ليش السؤال اللي بعده. شو أكثر شيء بحب أعمله أنا؟ أكثر شيء بحب أعمله أنا؟ واحد اثنين أنا ثلاثة أربعة خمسة ثلاثة. اللي بعده شو هو تاريخ خطبتنا؟ واحد إذا ما عرفت من يارا. واحد اثنين شهر سادس. واحد اثنين شهر سادس. أربعة ستة أربعة ستة ثلاثة أربعة خمسة 15/4. أول محل على عم تستغلي أنت ذاكرتي وبتعرفي أنا ذاكرتي. أول سؤال بعده. أول محل سافرنا عليه أنا وأنت. واحد سافرنا على الغصانية على الضيعة. ثلاثة عشان أربعة حلب. خمسة أمشت حلب. عمش بيتا. لا إيه. شو جبت لك أنا بأول عيد ميلاد إلك؟ دبدوب. عملت لي عيد ميلاد كثير حلو. شو جبت لك؟ واحد ذاكرتي سيئة يا شباب. ثلاثة أربعة خمسة. شو لك قلبي علي فيها مخدة وفيها صورة لإلنا. بخلص. شو عملت لي بأول عيد ميلاد إلي؟ اسمعي شو ما فهمت السؤال. شو جبت لي بأول عيد ميلاد إلي أو شو عملت لي؟ واحد ما سمعت السؤال. شو عملت لي بأول عيد ميلاد إلي؟ واحد اثنين دقيقة شوي بس ثلاثة بس سمعت السؤال مزبوط يعني أربعة. لا 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 كثير هيك. عيد ميلادك ايمت كان؟ واحد بأول أول عيد ميلاد لإلي شو عملت لي؟ بعد ما تعرفنا على بعض. واحد اثنين لا 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 مو معقول بدي جاوبات ما بعرف شو عملت لي. أربعة خمسة. نو سكر ممنوع تغش ممنوع تتحرك. لولا ما جاني هالأسئلة. مفاجأة عملت لي إياها وطلعت فاشلة 100%. أنا؟ واحد أنا عملت لك مفاجأة وطلعت فاشلة؟ اثنين ثلاثة. شو بس السؤال ما فهمته. عملت لي مفاجأة بحياتك وطلعت فاشلة 100%. شو هي؟ اثنين ثلاثة
متعبتين مع بدي. اخر سؤال بيجي، السؤال كتير كتير قوي، بس قرب شوي لانك ما عم تطلع. اوكي قرب شوي. السؤال الاخير هو كم فيديو عندي انا ولي. على قناتي على ولي. قناة تعليم 185 مو عائلة تعليم 185 واحد 130 150 3 140 4 150 5 5 ما جاوب على مدري كم سؤال، بس بتستاهل يلي نعمل فيكو اكتر من هيك. والله هي افكار وشوشي. اول هدية جبت لي اياها حياتي. انا من وقت ما خلص صرنا سوا نسيت التاريخ كله. نسيت التاريخ كله؟ نسيت التاريخ كله بس ما انساك انا. يا جماعة برد. اجا دوري. تمنولي الله يطلع بوشي وما يصير فيه شيء اللي صار بلؤي. ليك بلا غش بس. اهم شيء. ايه ماني شايفة، بس اذا بجاوب ما بستكب علي ماي. طبعا. اول سؤال تعليم؟ ايه. ايمتى عيد ميلادي؟ 15/4 1980. ما هذا السؤال. ده كمان. قديش تاريخ عيد ميلادي على الهوية؟ 13/9 أو 14/9 أو 15/9 22/9 21/9 يلا معلش كم خالة عندي؟ عندك 4 خالات. 2 عندك 3 خالات. 3 خالتين. لك شو 4 خالات؟ شو هالحكي؟ 5 كم خالة؟ 4 مظبوط. عمو يا الله خالاته مثل خالاتي. شو هالحكي؟ السؤال الأهم جاوبي معلش شاطرة برافو عليها. كم عمي عندي؟ 4 5 لا ما بصير هيك. لا أنا بجاوب. جواب جوابك غلط. لا 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 4 لا أنا بقول شو 4 5 من شوي هيك قلت أنت 5 بالله ستة. هاد بابا هاد بابا كمان. أنا هالأسلوب هاد يلا زد بابا. أنا بصير إذا 4 خلص خلاص ما رح 4 5 هيك ما بيصير. لك ما بيصير ما بيصير. أنت هيك عملت. شو كان عمري وقت تعرفت عليك؟ 28 2 28 برافو والله يا جماعة أشطر مني. وذاكرة ذاكرة دهب. شو أكثر لون بحبه؟ واحد الأحمر. اثنين الأحمر. ما معقولة هيك ولوف. طيب وين أول محل مسكت لك إيدك فيه؟ بمشتل زرع وقت كنا رايحين أنا وماما وأهلك. طيب ما هذا السؤال كأنك عم تغير الأكل. كان يوم شو وقت رحنا؟ شو بعرف؟ يوم جمعة. يوم جمعة أنت كنت بتضيعة. جمعة صح؟ طبيعي معقول. يلا طيب شو كان نوع سيارتنا بسوريا؟ فيات. عصبت يا جماعة عصبت رح موت رح اموت حالي. فيات. وين أكبر بيت عشنا فيه؟ واحد بمسقط آخر واحد. ملا عزيبة بمسقط. شو أكثر مكان؟ طبعا سؤال أخير. سؤال اخير ولا طابة يا جماعة. والله ما معقول الحظ. شو اكتر مكان انا بحبه؟ واحد اثنين ضيعة. ايه ها لشوفك يا زلمة والله حصبت مزبوط. شو تاريخ عيد ميلادك انت؟ 8/8/2010. شو كان لون الثياب اللي انت لابسهم اول ما خلقت؟ واحد احمر. اثنين احمر. 3 اخضر. 4 اصفر. 5 ايوه كان لونهم كيوي. شو كان عمرك اول مره سافرت فيه برا البلد يعني برا سوريا؟ 1 2 سنه. 3 3 شهور. شهرين. شهرين صح بس وقت شو؟ شهرين. مين اختار لك اسمك هيدا؟ ماما. 1 شو كان عمرك اول مرة بحياتك بتقص شعرك فيها؟ 1 3 سنين. 2 سنتين. 3 5 سنين. سنتين صح. شو كان عمرك وين؟
أول مرة بحياتك بتفوت فيها على الروضة؟ ثلاث سنين. وين؟ أربعة. بسوريا. بسوريا صح، بس بعد شو؟ لا راسي هون مات من الوجع. مين اول حدا حملك بعد ما خلقت؟ بابا. صح. بتذكر انه انت حملتني بعدين حمموني. يا ولدي شو رايك؟ انا انبسطت هلا ملك حبيب قلبي. لهيك انا شو بيعمل لك؟ طيب خلصنا؟ انت بتسأله سؤال؟ لا خلص يلا مبروك. بدي انتقم بس انت. كتير كتير انبسطت اليوم بهيدا التحدي. تشتشت. حدا خسر 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 معنا كتير. انا تشتشت يا جماعة. لا. مين طلعت؟ اضحك ليك شو عم يعمل ليك وليك. ليك شو عم يعمل. جاي حاضرنا مقلب ويكب علينا مي. الكاميرا. جد عن جد وبيوجعوا يعني بشو من كان. يا جماعة ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهيدا الفيديو. إذا حابين نعمل جزء ثاني وصلوا الفيديو لل 50,000 لايك. لا 60,000 لايك. أوكي 60,000 لايك لحتى نعمل بس النهاية لازم تكون مع توقيع ماما وأسئلة جديدة وثانية وبالونات أكبر. يعني هالبالونات وجعوا لي راسي. أنا ضربوها هون. قبل ما نخلص الفيديو ما تنسوا لايك شير سبسكرايب. الفيديو الثاني 24 ساعة بالمسبح ما تنسوا. خلوكم معنا. باي.